الخالة نبيلة أم لثلاثة أولاد وزوج مريض، فحلة ريفية تكابد الحياة برعيها لغنماتها وبقراتها. مهنة نحبها ونقدسها لأنها مهنة شريفة ومهنة الحلال بعرق الجبين اللي امتهنها الرسول هدي عليه الصلاة والسلام. تحب مهنتها الحلال وتطالب بحقها في إطار برامج التنمية الريفية. نورمالمون هينا تسمى مادام واحد ساكن في الريف منطقة تعضل يستفاد من هدي الدعم هذا. أنا دفعت بصح غير استني هاني قاعدة نستنى من 2009 وأنا ندفع، هاني قاعدة نستنى. ولي معايا داو وباعوا، داو النحل وباعوا، داو الزيتون وباعوا، داو كلش. أكثر من 20 سنة في الميدان، تعرفها الإدارة من خلال ملفات كثيرة ويعرفها القاصي والدان. علاه مادامني قادرة ونحب هالخدمة تاعي، علاه ما هم يدعموني وأنا ندعم الدولة؟ إفادة واستفادة. علاه المعاناة هذه؟ واحد في بلاده ويعاني. التنمية الريفية برامج متنوعة وثرية تحتاج أن تصل إلى أصحابها في الميدان ومن دون بيروقراطية.